أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى جمع الخلق العظيم في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، فما من خلق عظيم إلا وقد تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله جل جلاله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو نزلت هذه الآية على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يتحملها. إنه ثناء عظيم من الله العظيم على صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. خلقه ظهر وبدا وهو صبي رضيع في حجر حليمة التي ترضعه. كان صلى الله عليه وسلم من خلقه وهو رضيع لا يتعدى إلى الثدي الأيسر لأمه، وإنما كان يرضع من ثديها الأيمن فقط، خلقاً حسناً ربي عليه ونشأ عليه. كيف لا؟ والله جل جلاله يقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. فمنذ ولد صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله يؤدبه، والله جل جلاله يحفظه ويكلأه، فكان صلى الله عليه وسلم قمة في الخلق وهو صبي رضيع، قمة في الخلق وهو أيضا يافع، وقمة في الخلق وهو شاب، وقمة في الخلق وهو كبير يوحى إليه. كيف لا؟ وقد عرف في المجتمع قبل نبوته بالصادق لأنه لا يكذب، وبالأمين لأنه لا يخون، عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط، ولا شرب خمرا قط، ولا رؤيت عورته قط، عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم. فكيف هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتشبه به؟ جاء بعض الصحابة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها يسأل عن صاحب الخلق العظيم، فقالوا: يا أمنا، يا عائشة أم المؤمنين، أخبرينا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تجد جوابا إلا أن قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. إذا قرأت القرآن وعلمت ما في القرآن من الآداب فتلك آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ما في القرآن من الأوامر فأول ممتثل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ما في القرآن من النواهي فأول مجتنب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ما في القرآن من المواعظ فأول متعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ما في القرآن من القصص فأول معتبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أتقى الخلق، إنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق خلقا، وقد أكمل الله له الخلق وأكمل له الخلق. أما خلقه فقد خلقه الله جل جلاله على أحسن صورة،
إذا أردت أن تعرف خلقه وصورته وهيئته فاسمع إليه، وهو يشبه نفسه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رأيت إبراهيم فما رأيت أحداً أشبه به خلقاً من صاحبكم. نعم، هو بضعة من إبراهيم وشبه من إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم في خلقه وصفه من وصفه، ولم يجد أحد مثل لم يوجد أحد مثله في الوصف في الخلق إلا قليل. كان يشبهه من الصحابة في خلقه جعفر بن أبي طالب، وكانت تشبهه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في مشيتها وهيئتها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم من فاطمة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من شدة شبهها به قال: فاطمة بضعة مني. نعم، هذا خلقه، أما خلقه فلا شبيه له في خلقه، لأن الله عظم خلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق من فعل الإنسان، والخلق من فعل الله. الخلق بفتح الخاء من فعل الله جل جلاله، خلق فسوى. أما الخلق فهو من فعل الإنسان. والخلق ينقسم إلى قسمين: خلق جبلة جبل عليه الإنسان، وخلق كسبي يكتسبه الإنسان، وخلق النبي صلى الله عليه وسلم كلها جبلة، جبله الله على الخلق العظيم. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعالوا بنا في هذا اليوم إلى خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى عظمته في أخلاقه. خلق الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، عند النبي الذي قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند النبي الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما حدود رحمته صلى الله عليه وسلم؟ وهل خرج عن حدود هذه الرحمة أحد؟ لقد رحم الله عز وجل العالم كله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان أصحاب الكهف في كهفهم رحموا بكلمة التوحيد، فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده بكلمة التوحيد، والعالم كله يشرك بالله جل جلاله. فمنهم من يدعو لله الولد، ومنهم من يدعو لله البنات، ومنهم من يدعو لله الشريك في أمره. فخرج محمد صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والإنس والجن قد أشركوا بالله إلا قليل. حتى إن الجن قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، إنه شرك بالله بين الإنس والجن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي هي أصل الرحمة، دخل أصحاب الكهف كهفهم رحمة من الله بسبب هذه الكلمة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فلما قالوا كلمة التوحيد قال الله لهم: فأوئل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
وتجاوزت الرحمة الكهف حتى وصلت الكون كله بهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه رحمة داخل الكهف بسبب كلمة التوحيد من فتية قالوها، فكيف بالرحمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لتعم العالم كله؟ وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ لأهل مكة؟ كلا. للجزيرة العربية؟ كلا. للعرب؟ كلا. للإنس؟ كلا. للعالمين؟ لكل ما سوى الله، للسماوات وما فيها والأرض وما فيها. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: ربكم ورب قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربكم ورب آبائكم الأولين. إنها الرحمة المسداة، الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، تجلت هذه الرحمة في مواقف من حياته صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا إلى هذا الجناب النبوي، ننظر إلى هذه الرحمة المهداة كيف شملت العالم كله. فأول رحمته صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة بمن؟ بالبشرية، الرحمة بالناس. لقد مكن صلى الله عليه وسلم من أعدائه، ومن رحم الأعداء من باب أولى أن يرحم الأولياء، أن يرحم الأصدقاء. أعداؤه رحمهم. لقد مكن صلى الله عليه وسلم من الانتقام من أهل مكة، من الانتقام من أهل الطائف، من الانتقام من جميع أعدائه. أعطي دعوة كما أعطيها نوح، وكما أعطيها موسى، وكما أعطيها الأنبياء، ولو دعا على قومه كما دعا نوح على قومه لأهلكهم الله. وجاء له العرض من غير دعوة، فجاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن الله أمرني أن أطيعك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبان. قال: لا لا، لم يدعو ولم يأذن للملائكة أن تنتقم له. قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. ولما كانت غزوة أحد، وشج جبينه، وكسرت رباعيته، وسال دمه على وجهه الكريم، وقتل أصحابه بين يديه، ومثل بعمه وهو يمسح الدم عن وجهه، يقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. ولم يزد أن قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يعتذر لله عن قومه الذين أدموا وجهه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اهد قومي. وأضافهم إلى نفسه: فإنهم لا يعلمون. يعتذر لربه عنهم. هذا النبي الكريم الرحيم كان إذا بعث سرية من رحمته وصى، يبعث سرية في سبيل الله فيوصيهم فيقول: ليكن أول ما تدعونهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى الإسلام، فإن قبلوا فعلموهم الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية تؤخذ من أموالهم، فإن لم يقبلوا فالسيف، ولا تقتلوا شيخا هرما ولا امرأة ولا طفلا. رحيم بأعدائه، أما بالمؤمنين فكفى في ذلك ما قاله الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعالوا بنا ننظر إلى صفحة من رحمته بالمؤمنين. يدخل صلى الله عليه وسلم الصلاة
وهو خاشع بين يدي ربه، متصل بربه، وقد أعلنها وجعلت قرة عيني في الصلاح. ولولا المسافرون والضعفاء لما سلم من صلاته إلا بعد أن يطيل فيها ما شاء الله، لكن يسمع في إحدى صلواته طفل يبكي فيستعجل بالصلاح رحمة بذلك الطفل وبأمه، يستعجل بالصلاة رحمة بالمصلين، وكان بالمؤمنين رحيما. يغضب إن سئل عن أمر لم ينزل فيه حكم، خشية أن ينزل فيه حكم بالوجوب ولم يكن واجبا. سأله بعض الصحابة في حجة الوداع عن الحج، أفي كل عام هو؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان يحملهم وهو في خطبة الجمعة، كان يحمل جارية وهو في خطبة الجمعة وفي الصلاة كان يسجد، فيأتي الحسن بن علي فيصعد على ظهره فيطيل السجود خلافا للعادة، ثم إذا سلم اعتذر للمصلين ويقول إن ابني هذا امتطاني فخشيت أن أفسد عليه مطيته. أيها المؤمنون، إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها شاملة لكل شيء، لذلك قال رحمة للعالمين، وبعد وفي الخطبة الثانية يتجلى لنا من رحمته مع أهله ما لا يحصل ولا يخطر على بال أحد. فاستغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الخلق العظيم في شجاعته وفي كرمه وفي رحمته وفي سائر أخلاقه. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله رحمته بقرابته، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بقرابته بعدما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى في بطون قريش الأقرب فالأقرب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني فلان، يا بني فلان، حتى إذا اجتمعت بطون قريش بين يديه واستمعوا إليه قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مكذبي؟ قالوا لا. أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما علمنا عليك كذبا قط. وهذه شهادة قريش له، ما علمنا عليك كذبا قط. فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. فتكلم عمه أبو لهب وقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وصفق بيديه، فنزل قول الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلما قرئت السورة غضبت حمالة الحطب وجاءت تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وفي يدها حجر، وقالت والله لئن رأيته لأفلغن رأسه بهذا الحجر. وقفت عليه وكان أبو بكر بجانبه فلم تره، فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ أبو بكر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إليها وقد أعماها الله عنه، أين صاحبك؟ فأعماها الله عنه لم تره.
فقالت محمدا قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا، ولم تقل محمدا وإنما قالت مذمما مذمما. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم وقال يا أبا بكر أرأيت كيف صرف الله عني مسبة قريش، هم يسبون مذمما وأنا محمد. خلقه العظيم مع عمه، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو لهب يقول أبو جهل يقول له أتترك دين أبيك أتترك دين عبد المنطلب، حتى مات على دين عبد المنطلب رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. أولاً رحمته بأزواجه، كان صلى الله عليه وسلم رحيماً بأزواجه قريباً من أزواجه، حتى إنه يمازحهن ويضاحكهن ويحكم بينهن إذا اختصمن إليه. ومما حصل من رحمته أن بعض أزواجه تكلمنا على زوجته صفية بنت حيي بن أخطب وعيرنها بأنها يهودية الأصل، فقالوا لها يا ابنة اليهودي نحن بنات عم رسول الله وأنت من اليهود، فغضبت وبكت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، أتت إليه تبكي ودموعها على خديها، قالت يا رسول الله أما سمعت ما قاله بعض أزواجك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا قلنا؟ قالت يعيرنني بأنني ابنة اليهودي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هلا قلت لهم إني ابنة نبي وعمي نبي وزوجي نبي، جدي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت ما قال فسكتنا عنها، من مثلها؟ ولما اختصمنا في مسألة من أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنا أحب إليه، وعلم صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء إليهن كل في حجرتها وأهدى لكل واحدة منهن درهما وقال اجتمعنا في بيت عائشة، فاجتمعنا. فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم وهو واقف قال أتدرون أيكن أحب إلى قلبي؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال التي أعطيتها هذا اليوم درهما. فوقفت عائشة وقالت أنا، فكل واحدة منهن قالت وأنا، فعلمنا أنه يحبهن جميعا. إنها الرحمة التي وصفتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه في البيت، قالت كان في خدمة أهله يخصف نعله ويكنس بيته ويصنع طعامه ويعين في أمر البيت صلى الله عليه وسلم. وفي غيرة النساء له موقف عظيم ومواقف عظيمة، جاءه ضيوف وما عملته عائشة في بيتها قليل لا يكفي لإطعام الضيف، فقامت إحدى أمهات المؤمنين وطبخت طعاما وأرسلته قبل طعام عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها وخرجت أمام الرجال وضربت الصحن فانكسر الصحن وانكب الطعام، والنبي ينظر ومن معه من الضيوف ينظرون. فماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجته التي خرجت أمام الناس والتي فعلت ما فعلت؟ اعتذر لأصحابه قال غارت أمكم، أي هؤلاء مؤمنون، لأن أزواجه أمهات المؤمنين، غارت أمكم. ثم دخل عليها مبتسما وقال يا عائش طعام بطعام وإناء بإناء، إنه الخلق العظيم. وأما خلقه مع أبنائه وبناته فحدث ولا حرج. هذه فاطمة الزهراء ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، من شدة حبه لها وحسن خلقه معها ما دخلت عليه إلا قام لها فقبل بين عينيها وقال فاطمة بضعة مني،
وهذا الحسن والحسين ما دخل عليه إلا وقبلهما وشمهما وقال الحسن والحسين ريحانتاي. هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن ولده إبراهيم يغرغر، وقد تكلم في زوجته في تكلم فيها فيها في زوجته أو في جاريته أم إبراهيم مارية. جاءها رجل من أهل مصر قريب لها ودخل في بيتها فتكلم بعض الناس وتكلموا في مارية، فلما تكلموا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا والمتكلمون منافقون، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين براءتها، فأمر شخصا أن يذهب ويذهب بالسيف ليحق الحق، فذهب بالسيف فلما رآه الرجل كشف عن عورته فإذا به مجدوب مقطوع الذكر، فإذا به مقطوع ليس له شيء خصي. ثم بعد ذلك ولدتها مارية إبراهيم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم وفرح به، ولما بلغ سن الفطام أخذ يموت في الغرغرة، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنك يغرغر، فقام صلى الله عليه وسلم مسرعا، وكان ابنه إبراهيم يرضع في قبى جنوب المدينة عند امرأة قي، فذهب يسعى مسرعا حتى وصل إلى هذا البيت الذي يسترضع فيه ولده وقال ناولوني ابني، فقدموه له فوضعه في حجره والابن يلفظ أنفاسه والنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه بالدموع. فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله أتبكي عليه؟ أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان صلى الله عليه وسلم قمة في أخلاقه صبرا وشجاعة وكرما، وإذا كانت الأخلاق العظيمة في أربع فقمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم: الشجاعة فلا أشجع منه، والكرم فلا أكرم منه، والحلم فلا أحلم منه، والأناه فلا أحد مثله صلى الله عليه وسلم، وكفاه قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وحزبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إن لنا ذنوبا كثيرة أنت تعلمها، فيا غافر الذنب ويا قابل التوب اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، قديمها وحديثها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث. ارحمنا رحمة واسعة من عندك
تلم بها شعثنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك. اللهم إنا نسألك أن توفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظهم في كل مكان، وانصرهم في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المرابطين على الحدود، المجاهدين في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم سدد راميهم. اللهم ثبتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، يا حي يا قيوم. اللهم احفظ لنا عقيدتنا. اللهم احفظ لنا عقيدتنا، واحفظ واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحفظ لنا ولاة أمورنا، واحفظ لنا علماءنا ودعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.